وبالمناسبة هذه المناسبة الفضلة وهي الذكرى الثانية الذكرى السادسة لتحرير عدن والذكرى الثانية في إفطار الصائم للجرحى وأسر الشهداء والجرحى ومزيدا إن شاء الله من التقدم ومهما قدمنا للجرحى وأسر الشهداء فلن نعطيهم حقهم ولو 1%، ما هذا إلا رمز نقدمه لأسر الجرحى وبحسب الإمكانيات المتاحة. اليوم جينا في هذا المناسبة بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير العاصمة عدن ونذكر القيادة السياسية أن هناك جرحى وأسر شهداء بحاجة إلى رعاية بحاجة إلى اهتمام، فهذه المناسبة كانت هي مناسبة أساسية لتذكير هؤلاء أن هؤلاء هم من ضحى في سبيل تحرير هذا الوطن وتحرير العاصمة عدن، وأن الدور الأكبر الذي قاموا به هؤلاء يستحق الجزاء هذا وأكثر من ذلك. يا والله